المجمع المقدس بكل أبائه وأحباره اعترفنا بقداسة البابا كيرلس السادس. يحق لنا أن نقول له لقب قديس رسمي في الكنيسة، ويحق أن احنا نقيم كنائس على اسمه، ولتدشن أيقوناته بالميرون ويتم التبخير أمامها، وتقام المذابح على اسمه، ويضاف اسمه في ألحان الهيتنيات، ويذكر اسمه في كل الكنائس. السيرة بلا عيب هي السيرة التي تنتشر بالقداسة، والسيرة التي يتمجد صاحبها بعد أن يترك هذا العالم بالأكثر. نقول كده مع داود: مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، مرارا كثيرة قاتلوني منذ شباب، وإنهم لم يقدروا علي. أهي دي السيرة التي بلا عيب؟ نعمة الله سندته فجعلت منه سيرة حسنة، سيرة طيبة. وذكرى الصديق تدوم إلى الأبد، لأنه إنسان عاش بهذه السيرة الطيبة فامتدت سيرته وامتدت حياته. ويصير كل إنسان عاش في القداسة هو رائحة للمسيح، رائحة زكية.